أسره. سقطت مصر وعاصمتها المشرقة الإسكندرية في يد الإمبراطورية الرومانية. قبل قرون حلم الإسكندر الأكبر بهذه المدينة، مدينة العظمة والمعرفة التي اشتهرت بكنوزها الرائعة مثل مكتبتها العظيمة ومنارتها الشهيرة، والتي باتت الجوهرة المشرقة للإمبراطورية العظيمة التي امتدت من اليونان وحتى الهند. كان لعمليات البحث الحديثة عن الآثار تحت الأرض وتحت البحار دور في اكتشاف هذه المدينة، مدينة كليوباترا ومسقط رأسها. سيفتح عالم الآثار جون إيه فومبرير والمؤرخ هاريت سالس فصولا جديدة مثيرة من تاريخ الإسكندرية في محاولة منهما لإعادة تشكيل هذه المدينة الأثرية. وبعد مرور أكثر من 2000 عام على وفاة كليوباترا، ما زال العالم القديم يشعل خيال الإنسان. بدأ أحد أمراء اليونان والذي عرف بالإسكندر الأكبر بغزو العالم، وكانت الإسكندرية إحدى المدن التي أسسها وصممها على ساحل مصر، حيث قدر لها بعد ذلك أن تصبح عاصمة العالم القديم. وفرت هذه المدينة مركزاً عسكرياً استراتيجياً للسيطرة على منطقة شرقي البحر المتوسط، وأصبحت أهم المراكز التجارية على مر التاريخ، وتأسست لتكون مكاناً للعلم والثقافة ومركز جذب لأعظم العقول في ذلك الوقت. صمم الإسكندر المدينة وعين باطليموس أحد رجاله المؤتمنين للإشراف على عمليات البناء فيها. واصل الإسكندر طريقه إلى الشرق للاستمرار في فتوحاته، لذا لم يشهد بناء المدينة التي أسسها وأسماها باسمه، لكنه وضع لها بدقة بالغة خططا عمرانية متطورة. كانت مكانا غير متوقع لإنشاء ميناء بين بحيرة وبحر غدار في ظروف لا تتوفر فيها مياه صالحة للشرب على بعد أميال، لكن الإسكندر اختار هذا المكان متأثرا بأسطورة الأوديسا، تلك الرحلة الطويلة التي جاء فيها أن جزيرة فرعون وصفت بأنها الميناء المثالي، واختارها موقعا لها. ولد المؤرخ اليوناني هاريت زالس وترعرع في الإسكندرية، ويقوم هو وفريقه من علماء الآثار باستكشاف قاع البحر للبحث عن القصور والمعابد القديمة التي كانت موجودة في رأس لوتشاس، وهو سور منارة الإسكندرية. هذا هو الموقع المثالي الذي ترى من خلاله منظرا مدهشا لميناء الإسكندرية الشرقي، وهو الذي كان الأكثر أهمية في تلك الفترة. هناك وقفت منارة الإسكندرية على ارتفاع يتجاوز 100 متر، وهي إحدى عجائب العالم القديم. وإذا واصلت مسيرك ستجد بعد ذلك رأس لوتشياس، حيث تشاهد فقط رصيف ميناء صغيرا كان أوسع بكثير مما هو عليه حاليا، لكن معظمه الآن غارق في البحر بعمق 7 إلى 12 مترا. كانت هناك 3 مبان مهمة في رأس لوتشياس، وهي القصر، ثم المعبد وهو معبد إيزيس لوتشياس، وضريح كليوباترا الذي جهزته كما يفعل الفراعنة والملكات والملوك العظام، لكنها لم تدفن فيه. بعد دراسة النصوص القديمة، وصل علماء الآثار الذين أخذوا على عاتقهم استكشاف الإسكندرية إلى المواقع التقريبية للنصب التذكارية، وبعد مرور آلاف السنين تصبح عملية العثور والتعرف على كنوز المدينة التي تختبئ تحت البحر مهمة بمنتهى الصعوبة، فهي بمثابة لغز كبير يحتاج سنوات من الصبر. تعتبر الإسكندرية في أيامنا هذه مدينة ممتدة الأطراف، وتقطنها 4 ملايين نسمة، وهي ثاني أكبر مدن مصر، وتعاني من انفجار سكاني. لتلبية حاجة سكانها الذين يتزايدون بشكل كبير،
تم استبدال مبانيها المنهارة التي بنيت في القرن التاسع عشر بمبان سكنية عالية. قبل أكثر من عقد من الزمن انتقل عالم الآثار الفرنسي المشهور جان إيف أمبرير إلى الإسكندرية للمحافظة على آثار العصر القديم. تمر هذه المدينة بتغييرات مثيرة، فعلى سبيل المثال فإن كل تلك البنايات ذات الطابق الواحد المنتشرة هناك مهددة بالاختفاء، لأن سعر المتر المربع من الأرض مرتفع جدا، ما سيؤدي لاستبدالها بمبان سكنية عالية. يستثمر المال الآن في العقار، ويرغب الناس بالعيش في مساكن جيدة، لكن لم يبنى أي شيء منذ عقود، بالإضافة إلى أن الأماكن المخصصة للبناء تتضاعف. ولسوء الحظ فإننا لا نستطيع نحن علماء الآثار أن نواصل إلى ذلك الحد، وتعتبر هذه لحظات هامة فيما يتعلق بالآثار الموجودة في الإسكندرية ومعرفتنا بالمدينة القديمة أيضا. تتطلب البنايات في هذا الوقت أساسات عميقة، كما تتطلب التقنيات الحديثة في البناء الحفرة للوصول إلى حجر الأساس على عمق 10.5 أمتار، وهو العمق المناسب لعلماء الآثار مثل أمبرير وفريقه ليتمكنوا من الوصول إلى اكتشافاتهم المذهلة. هنا تقع الفسيفساء المحفوظة من حمامات إحدى الفلل الرومانية. يقع هناك تمثال سيرابس، وهو إله خصصه المحتلون اليونانيون للسكان المصريين. يواجه علماء الآثار ضغوطات هائلة تتمثل في انتقالهم من موقع لآخر للعثور والمحافظة على القطع الأثرية المرتبطة بتاريخ المدينة. هنا في قلب الإسكندرية يوجد الموقع الضخم الذي يعرف بتيرا سانتا أو الأرض المقدسة، حيث وجد جان إيف أمبرير الفرصة للبحث عن الآثار بطريقة أكثر كفاءة بهدف إنقاذها، ويعد هذا الموقع ملكا حكوميا، لذا تجري هناك العديد من عمليات الحفر في إطار زمني أكثر مرونة. رغم المنافسة بين علماء الآثار إلا أنهم يعملون في الإسكندرية كفريق واحد، خاصة عند اكتشاف أمر غامض. الحشوة رومانية، وأثناء عملية الحفر وجدنا أنها كانت من الصخور الطبيعية. تعتبر عملية الحفر إلى القواعد التي بنى عليها اليونانيون مدينتهم مهمة غير سهلة، فقد كان من الواجب على العلماء المرور بالعديد من الطبقات التي تحتوي كل منها على آثار تعود للإسكندرية القديمة، بالإضافة إلى أن كل منها كانت تكشف النقاب عن معلومات جديدة. وهذا الاكتشاف يبدأ بممر أسفل بئر للماء، ويبدو وكأنه يتجه إلى المكان الذي كان طريق كانوباس، وهو الطريق الرئيس للإسكندرية، موجودا فيه. يعرض جان إيف لهاريتزالا صورة حديثة لمدينة الإسكندرية أخذت عن طريق الأقمار الصناعية. كان مشهد المدينة مشابها لما شاهده الطيارون أثناء تحليقهم فوق المدينة في الحرب العالمية الثانية، عندما أجبر هاري وعائلته على الاختباء في ملاجئ تحت الأرض. عشت في هذه الملاجئ في الليل، بعضها كان قائما على أنظمة قديمة، لم أكن أعرف هذا. أغلق العديد منها دون الاحتفاظ بسجلات، والمشكلة أنها كانت مجرد قوائم، وكانت مواقعها محددة بدقة شديدة. اتضح أن هذه الملاجئ كانت في الأصل آبارا بنيت تحت الأرض في العصر القديم لتزود المدينة بالماء النقي، واستمرت كذلك حتى القرن التاسع عشر، وبعد ذلك استخدمت هذه الآبار كملاجئ أثناء الغارات الجوية وأثناء الحرب العالمية الثانية. تعمل إيزابيل هاري مع جان إيف أمبرير في مركز الدراسات الإسكندرية، وهي تبحث منذ مدة في آبار الماء في الإسكندرية إلى أن اكتشفت العديد منها لاحقاً. إنها بالفعل عملية شاقة وطويلة للبحث في هذه الصحف القديمة التي تعود لفترة اندلاع الحرب، لكن إيزابيل تمكنت في النهاية من تعقب الآبار التي تذكرها تزالس.
في أحد الشوارع الفرعية وسط مدينة الإسكندرية وجدت إيزابيلا المدخل، وهو على شكل حفرة لتصريف المياه تحت طاولة في أحد المقاهي. كان مرتدو المقهى متعاونين مع علماء الآثار لأنهم اعتادوا على سلوكياتهم الغريبة. لاحظ جان إيفون برير أن العديد من قمم الأعمدة مزخرفة بطابع كورنثي، والغريب في ذلك أن بعض هذه القمم قلبت رأسا على عقب. لماذا حصل ذلك؟ وهنا ظهر لغز آخر يتطلب تفسيرا. هناك العديد من قمم الأعمدة المزخرفة بطابع كورنثي. قواعدها في الأعلى ورؤوسها إلى الأسفل. يتجول ملايين الناس كل يوم في المدينة الحديثة، لكنهم غير مدركين لما يقع تحت أقدامهم. لا يوجد هناك طريق سهل ليقودك إلى أسرار الإسكندرية، لذلك لابد أن يكون هناك ممر يسمح لإيزابيل بالدخول إلى تجويفات المدينة الغامضة. كانت مدينة الإسكندرية تعاني دائما من مشكلة تزويد سكانها بالماء العذب، ولهذا السبب تم بناء قناة أثناء حدوث الفيضانات لسحب الماء من النيل إلى أطراف الإسكندرية، بالإضافة إلى النظام الهيدروليكي الذي تم تصميمه ليضمن تنمية وتطور المدينة. في عهد الرومان كانت هذه المدينة موطنا لأكثر من نصف مليون شخص، جميعهم بحاجة ماسة يوميا للماء. السحر الذي تسببه آبار المياه على علماء الآثار يتجاوز أنظمتها الهيدروليكية، فكل بئر منها مبني من الحجارة والأعمدة بأساليب معمارية مختلفة مأخوذة من المباني الأثرية الأخرى. كانت هناك عمليات تكرير منظمة للمياه، مما سمح لفريق جان إيف بتحديد العناصر القادمة من النصب التذكارية القديمة التي تم تحليلها، ومن ثم إعادة استخدامها في عمليات بناء أبار المياه، وربما يستطيعون يوما ما جمع هذه القطع معا ليحددوا المصادر الأصلية لهذه الأجزاء المفككة. عمليات البحث التي نقوم بها في هذه الأبار واسعة النطاق، فنحن نحاول رسم الخطوط العريضة للنظام المائي بأكمله من خلال هذه الأبار الهائلة التي امتلأت من مياه النيل، وفي نفس الوقت نبحث عن أجزاء النصب التذكارية التي تم تفكيكها، لكن تمت المحافظة على هذه الأجزاء المثيرة وبقيت هناك تجسيد وذكرى لمدينة الإسكندرية القديمة. تعتبر كاتدرائية النبي ذات المساحة الشاسعة أجمل ما هو موجود تحت سطح الماء. منذ قرون كان هناك صراع عنيف بين الأرض والبحر، فقد كان الشريط الساحلي للإسكندرية معرضا للرياح والماء،
فأحيانا تتراجع الأرض للوراء بينما تتقدم مياه البحر للأمام آخذة معها قطع الساحل الثمينة. حاول الإنسان في الماضي فرض إرادته على هذه العناصر عن طريق بناء حواجز تمنع الأمواج من اقتحام الشاطئ، بالإضافة إلى قيامه بتوسعة شاطئ البحر. كانت الكتل الإسمنتية الوسيلة التي استخدمها الإنسان لصد تلك الأمواج التي تقصف بشكل مستمر، لكن هذه الكتل الإسمنتية الضخمة تشكل خطراً على الكنوز الملكية للإسكندرية، والتي لا يمكن نقلها لمكان آخر مثل بقايا قصر كليوباترا والمنارة ومعبد إيزيس. ذهب طاقم من الغطاسين ذوي الخبرة بقيادة جون إيف للبحث في المنطقة ليروا الأخطار المحتملة هناك والضرر الذي يمكن حدوثه، وليحاولوا أيضا إنقاذ ما يجدونه. تشير العديد من المصادر التاريخية إلى أن المنارة بنيت في المكان الذي تقع فيه قلعة قاتباي. تتواجد كتل الجرانيت الصلب في قاع البحر على مسافة قريبة من قلعة قاتباي، وقد ألقيت هذه الكتل في البحر بسبب عواصف الطبيعة الغاضبة، وأصبحت طبقات الأرض التي تحوي مخلفات الإسكندرية الأثرية أشبه بساحة معركة، وكان مدى هذا الخراب الذي يجري تحت الماء أبعد بكثير من توقعات علماء الآثار. يبدو أن أكثر هذه القطع جاءت من الفراعنة المصريين قبل تأسيس مدينة الإسكندرية الهيلينية بآلاف السنين. يثير عدد هذه القطع دهشة علماء الآثار، ويقودهم إلى تساؤلات جديدة فيما يتعلق بالشكل الذي كانت عليه مدينة كليوباترا. وقبل أن يحركوا أي قطعة من هذا اللغز، كانوا يقيسون بحذر شديد مساحة الموقع ليتعرفوا على حجم وموقع كل قطعة. إنها عملية بمنتهى الصعوبة، وتحتاج للمزيد من الوقت أيضا لوجود آلاف القطع هناك، ولأن التيارات المائية تضرب بقوة. وجد جان بيير كورتيجياني عالم الآثار المصرية تمثالا لأبي الهول، وعندما شاهد رأسه المفصول عن جسمه من مسافة بضعة أقدام حاول فهم هذا الغموض، وتساءل عن الطريقة التي وصل من خلالها أبو الهول إلى خليج الإسكندرية. شاهد العالم المختص بالآثار المصرية نقشا قديما جاءت فيه عبارتا لورد هيليوبوليس ومدينة في مصر الفرعونية. لم تكن النقوش الموجودة على الجانب الأيمن محفوظة جيدا، لكنها شكلت بالنسبة لنا مفاجأة جيدة. إنها قطعة فنية رائعة. يبدو أن جميع هذه القطع جاءت من هيليوبوليس، وفي الواقع إذا ذهبنا إلى هيليوبوليس فلن نجد أي بقايا أثرية هناك. نحن الآن بحاجة لمزيد من البحث لنفهم كيف ولماذا جاءت هذه الآثار القديمة التي زينت المدينة التي تبعد مئات الكيلومترات عن خليج الإسكندرية. يركز الغطاسون على الآثار التي ترتبط بعلاقة فيما بينها أثناء محاولتهم تجميع القطع الأثرية لهذا اللغز. ظهرت أجزاء وقواعد لستة تماثيل ضخمة في الضوء الخافت لقاع البحر مغطاة بنباتات بحرية، لكن التماثيل الحجرية المكسورة غير كاملة وتشير بوضوح إلى عظم حجم الأضرار. وجد هذا الرأس الملكي مغطى بطبقات من الملح والرمل، وهو رمز للإلهة إيزيس وللتجسيد الدنيوي لكليوباترا.
وفي المحصلة تم استرجاع حوالي 10 قطع أثرية وجميعها بأشكال فرعونية. كان من الضروري لليونانيين الأوائل أن يواجهوا بهجمة الفراعنة عندما فتحوا مصر قبل 2300 عام. لا يتجاوز عمر الإمبراطورية اليونانية التي أسسوها هناك 10 سنين، لذلك كان اليونانيون بحاجة إلى طريقة ليخبروا العالم من حولهم بأنهم الورثة الجديرون بالنسب الأسطوري لأثار مصر، ولهذا السبب فرضوا لمساتهم الخاصة على تماثيل الآلهة المصرية. وهذا يعني أنهم تواجدوا في مكان قريب من بقايا صرح يعود للعهد اليوناني، وهذا دليل يقود علماء الآثار للوصول إلى أهم الآثار اليونانية في الإسكندرية كالمنارة العظيمة التي تعتبر إحدى عجائب العالم 7 في العهد القديم. وإذا كان الأمر كذلك، فهل تقودنا هذه الحجارة المبعثرة لفهم لغز الاختفاء الغامض للمنارة؟ تقف هذه التماثيل عند مدخل المنارة على هيئة 3 ملوك يمثلون الآلهة بطريقة مشابهة لطقوس الفراعنة المصريين. يعتبر هذا دليلا آخر على أن المنارة كانت موجودة بالقرب من قلعة قاتباي، والآن يرغب علماء الآثار بالتعرف على القطع المفقودة من المنارة معتمدين على مدى ترابط هذه القطع مع بعضها. يبحث الغطاسون عن كل معلومة يمكن أن تساعدهم على إعادة بناء شكل المنارة. وستكشف محاولاتهم في جمع هذه القطع معا عن تقدم في المستقبل. تم استخدام تقنية جديدة للمسح ذات سرعة وكفاءة أعلى عن طريق استخدام الأمواج الصوتية التي تحدد بطريقة سريعة الموقع النسبي للقطع الأثرية الموجودة تحت الماء والبالغ عددها 3000. تظهر التضاريس الموجودة تحت الماء تدريجياً، وبذلك تكتمل عناصر هذه المرحلة الحساسة. وهنا حدد العلماء الفترة التقريبية والموقع التقريبي لكل من هذه القطع الأثرية، ويستطيع علماء الآثار الآن الانتقال إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة الإزالة. فقد تجاهلوا أمر الكتل الصخرية التي ألقيت في الخليج في 1000 عام الأخيرة لأنها تعود لهيليوبوليس ولبعض المدن المصرية القديمة. ونظرا لوجود هذه الآثار في منطقة واحدة والتي ترتبت بهذا الشكل، يصبح من المحتمل أن يكون الدمار الذي لحق بالمنارة في 14 ناتجا عن سلسلة كوارث طبيعية دمرت المنارة بشكل كامل. كشفت عمليات البحث التي قام بها جون إيف في العديد من المكتبات عن تخيلات خصبة، فعلى مدار السنين أفرزت المنارة العظيمة تخيلات مفرطة. وبالرغم من أنها كانت رمزا مميزا للمدينة، إلا أننا لم نحصل إلا على القليل من أوصافها. جاءت الصورة الأكثر إقناعا في بداية 20 عندما نشر العالم الألماني هيرمان تيريش عام 1909 النسخة المعقولة لهذه المنارة.
جاء الاكتشاف الكبير عندما وجد عالم الآثار مراد العموري الأغلفة الرئيسة حول المشابك المعدنية التي استخدمت لوضع هذه الكتل الضخمة معا، وسيسمح العثور على الثقوب التي تثبت فيها المشابك لهذه الكتل بالترابط ببعضها. كان من المتوقع أن ينزلق مزلاج آلة القفل الضخمة في الحفرة الموجودة في هذه الكتلة، وإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يكون الباب ذا أبعاد هائلة. تعتبر هذه الكتلة الضخمة التي تنقسم إلى جزئين أحد جوانب المدخل، ويصل ارتفاعها إلى 13 مترا تقريبا. يستطيع علماء الآثار الآن أن يستنتجوا طبيعة هذه المنارة والشكل الذي ظهرت عليه في الماضي، لأنه بات بإمكانهم تصوير المدخل، كما أعطت العديد من الدراسات الفرصة لعلماء الآثار للخروج بوصف دقيق لها. ظهرت صورة جديدة للمنارة التي يبلغ ارتفاعها 122 مترا، ما يعادل 34 طابقا، وهي إحدى عجائب العالم القديم التي استخدمت لتوجيه السفن التجارية القادمة من البحر الأبيض المتوسط إلى مدينة كليوباترا، مدينة المعرفة والقوة. لا أحد يعرف ما حدث لجثة كليوباترا بعد موتها. هل حرقت وعشيقها مارك أنتوني حسب الطقوس اليونانية القديمة ونثر رمادهما في الخليج، أم دفنت بطريقة سرية في مكان ما في المدينة؟ في مدينة الإسكندرية في أيامنا هذه توقفت عمليات بناء جسر جديد ينظم حركة المرور في حي القباري، حيث قام عمال البناء بجرف عدد كبير من القبور التي تعود للعهد الهيليني. يأمل أحمد عبد الفتاح مدير المتاحف والدراسات الأثرية في الإسكندرية بأن يقوم أومبرير بعملية إنقاذ هنا لوقف عمليات البناء في هذا المكان. كما ترى هذه هي الغرفة الوحيدة التي أزيلت بالكامل، لكن لم يحدث شيء لما هو في الأسفل، وكلها بانتظار جهودكم. وجد جون إيف أومبرير نفسه محاطاً بمقبرة قديمة تعود للعهد الهيليني. هل يمكن أن يكون هذا جزءاً من مقبرة الإسكندرية الأسطورية؟ لا شيء يمكن أن يمنع علماء الآثار من الهبوط إلى الظلام لمحاولة فهم عالم الموتى. سرق لصوص القبور كل شيء، لكن ما زالت هناك بعض النقوش. وجدت كلمة أنوباتوس مكتوبة 4 مرات، وهي إشارة لشخص يدعى أنوباس، وبشكل أدق إنه أنوبيس، إله الموتى والتحنيط، لذا فهو اسم لشيء غير ميت. إنه ليس اسما لشخص ميت، كلا، إنه اسم لما يرمز إليه هذا الجدار، والذي ربما يكون قاعة تجهيز الموتى. على الجانب الغربي من الإسكندرية، خارج جدران المدينة القديمة وخلف القناة، تقع مدينة الموتى التي وصفها المؤلف اليوناني القديم سترابون بأدق التفاصيل، وأطلق عليها اسم مدينة الموتى. نحت سترابون كلمة مدينة الموتى لتشير إلى هذه المنطقة. تظهر الإسكندرية في هذا المكان بحدائقها وقبورها وأماكن الاستقبال المتنوعة التي حظيت بقدر من العناية والاهتمام، لذلك كان هناك آلاف القبور التي تم العثور على بعضها في القرن 18، لكنها اختفت جميعها تقريبا. كانت مدينة الموتى ضخمة جدا، حيث تقدر مساحتها بأكثر من 3 كيلومترات من شرقها إلى غربها، وبكيلومتر ونصف من شمالها إلى جنوبها. لم يضع جانييف مزيدا من الوقت، فقد وضع للعمال برنامجا شاملا للقيام بعمليات تنقيب لمدينة الموتى، و
وفي الأسابيع المقبلة ستستأنف عمليات بناء الجسر، ويجب عليه استكشاف المزيد قبل أن يتلاشى هذا الموقع الفريد من نوعه تحت كتل الإسمنت المسلح. وعلى مسافة بضعة أمتار تحت سطح الأرض ظهر أول دليل على وجود مقبرة بشرية، فقد ظهرت عظام القدماء الذين سكنوا الإسكندرية إلى العالم الحديث. أثناء عمليات الحفر والتنقيب كنا محاطين بالمئات من الموتى الذين تشير أعدادهم إلى بدايات الإسكندرية. ظهرت هناك أعداد هائلة من الموتى. سكن الإسكندرية القديمة 500,000 شخص على الأقل، لذلك وجدنا العديد من الجثث في جميع الطبقات، فقد كان الدفن البسيط الطريقة الأكثر شيوعاً في العهد اليوناني، بالإضافة إلى التحنيط، حيث تأثر اليونانيون بالطقوس المصرية كما استخدموا الحرق على الطريقة الهيلينية اليونانية. لإثبات هذا الاندماج بين الثقافة اليونانية والمصرية، سيقوم علماء الآثار بتحليل جرة جنائزية قديمة لم يلمسها أحد منذ 2000 عام. بدأ جيل غريفان المختص في العلوم الإنسانية عملية البحث. يبدو مستحيلاً أن يتأثر الهيكل العظمي بالنار، فإذا ذهبنا إلى الهند أو نيبال في هذه الأيام بعد تنفيذ عملية حرق لإحدى الجثث، سنلاحظ أن العظام منفصلة عن بعضها لكنها سليمة، وهذا يعتمد على طبيعة النار المستخدمة والطريقة التي تتم من خلالها عملية الحرق. لكن لا يمكن تدمير جسم الإنسان بأكمله بوساطة النار. وضعت بقايا الجثة المحروقة في جرة بترتيب محدد بدءا من أصابع القدم وحتى الرأس، وإذا عكسوا هذا الترتيب سيستطيع العلماء إعادة تشكيل الهيكل العظمي الذي يعود لأحد اليونانيين الذين عاشوا في الإسكندرية، والذي طبقت على جنازته بعض الطقوس والمعتقدات المصرية فيما يتعلق بطريقة ترتيب العظام. وأثبت نجاح نتائج غريفان اندماج وتكامل الثقافة المصرية والهيلينية في الإسكندرية. تعتبر هذه الرسومات الجبسية مثالاً مذهلاً على مدى التوافق بين الثقافة المصرية واليونانية، والتي كانت مخفية إلى أن قرر علماء الآثار استخدام الضوء فوق البنفسجي للكشف عن هذه الرسومات القديمة. يصور النصف الأعلى قصة إحياء الإله أوزوريس طبقاً للمعتقدات المصرية، ويمثل النصف السفلي المأخوذ من الطقوس اليونانية أسطورة الإلهة بيرسيفون التي تعود للحياة كل عام. وهذا يؤكد أن بعض أغنياء الإسكندرية قرروا وضع أنفسهم تحت حماية ديانتين مختلفتين تماماً، وهذا دليل واضح على تأثر اليونانيين بالطريقة المصرية في حياتهم وطقوسهم الجنائزية. مع مرور الوقت كشف النقاب عن قبور وممرات جديدة تتوجه بعمق نحو مدينة الموتى الآخذة في التوسع. من مدينة الظلام تظهر مدينة الإسكندرية إلى الوجود، تعكس زخارف هذه المقبرة وأسماء الموتى المكتوبة على عتبات أبواب القبور طبيعة فنون العمارة والتصميم لهذه المدينة. يا
ينتاب علماء الآثار إحساس بالوجود الخفي للسكان القدماء. بالنسبة لهؤلاء الذين عاشوا في الإسكندرية، كان مفهوما الحياة والموت متلازمين، فكانوا يجلبون الطعام والماء للموتى ويتركون مصابيح الزيت لتضيء ظلمتهم، كما تفننوا بزخرفة أبواب قبورهم برسومات مدهشة. تهب رياح الصحراء مثيرة حجابا من الرمل يغطي الإسكندرية. إنها الرياح الخماسينية التي تهب لخمسين يوما في السنة، وكانت أحد الأسباب التي أخرت غزوات الإسكندر للعالم القديم، كما تحكمت بمصير البشرية الحديثة بعد آلاف السنين، وأوقفت أعمال التنقيب التي يقوم بها تزالاس. إنها رياح الصحراء التي تهب من الجنوب. سيكون البحر هادئا، لكن لن تكون لدينا رؤية خارجية. حتى قيادة هذه القوارب ستكون خطيرة. يتمكن الغواصون من الغطس لمدة شهرين فقط، وعندما تستقر الأحوال الجوية يستأنف هاريت زالاس البحث تحت الماء. عندما كنت طفلا كنت أسبح في هذه المياه، وأدركت بحكم كوني يونانياً الآثار التي غرقت في هذا المكان، كما أدركت أيضاً أن قصور البطالمة وكليوباترا تقع في هذه المنطقة. كنت دائماً أحلم بالرجوع إلى الإسكندرية لأكون قادراً على فعل شيء لهذه الآثار المذهلة، وهأنذا أقود مهمة التنقيب عن الآثار تحت الماء للكشف عن غموض هذه القطع التي جاءت إلى هنا من العهد القديم، ووضعها معا لفك رموزها بهدف استرجاع تاريخ البطالمة وتاريخ كليوباترا. يقوم فريق هاريت زالاس هنا بمسح منطقة لم تستكشف حتى الآن قرب رأس لوتشياس، حيث يقع ضريح كليوباترا ومعبد إيزيس كما يعتقد الخبراء. وجد الغطاسون أثناء مهمتهم معلماً آخر، هو كتلة ضخمة من الجرانيت تعرف باسم البوابة الصخرية، وهي كتلة ضخمة. البوابة الصخرية هي كلمة استخدمها اليونانيون للبوابات الكبيرة في المعابد والأضرحة، ويبدو أن هذه البوابة هي التي كانت موجودة في مدخل معبد إيزيس، ويعتقد أن كليوباترا كانت تجسيداً للإلهة إيزيس، ومن المحتمل أنها كانت تصلي كل يوم عند هذا المعبد. تبدي إيزابيل هاري مزيداً من الاهتمام بالقطع الأثرية التي وجدها فريق هاريت زالاس، كما تؤيد فكرة أن البوابة الصخرية تنتمي إلى هذه المعابد، لكن يبدو أن الجزء السفلي منها مفقود، وكما هو معروف في علم الآثار فلا بد أن تخضع جميع الاكتشافات للعديد من التفسيرات. علي أن أدقق القياسات هناك. هل تقصدين هاتين الاثنتين؟ هل تعتقدين أنها كانت أطول أم أعرض؟ يأمل هاري أن يجد دليلاً يثبت أن هذه البوابة الصخرية هي التي كانت تقف أمام معبد إيزيس، والحل الوحيد لمعرفة ذلك هو رفع البوابة الصخرية للأعلى والبحث عن أي نقوش في أحد جوانبها الغارقة في الرمال. أصبحت الأحوال الجوية مستقرة، وها هو فريق البحث اليوناني يستعد لعملية إنقاذ جديدة. سنبدأ الآن مهمة صعبة، حيث يجب علينا تحريك ساق البوابة الصخرية الغارقة هناك منذ 2000 عام كما أعتقد. نحن نعرف أن البوابة الصخرية وجدت أمام حرم، ونعرف أيضا أنه كان هناك حرم واحد فقط في ذلك المكان، هو حرم معبد إيزيس لوتشياس.
إنها لحظة تاريخية. يستعد الفريق لهذه اللحظة منذ شهور، وها هو اليوم الذي سنكتشف فيه الحقيقة. قام الفريق بالإجراءات اللازمة هناك، وأخذ كل واحد منهم موقعه بعد التحقق من كل شيء. انطلقت الآن عمليات الإنقاذ والسحب الخطرة تحت الماء. يبلغ وزن البوابة الصخرية عدة أطنان، لذلك يمكن أن يكون أقل خطأ أثناء تنفيذ هذه المهمة قاتلاً. سيقوم الغطاسون أولاً بربط الأشرطة حول البوابة الصخرية، وبعد ذلك سيقومون بتجهيز بالونات هوائية منفوخة، وعندما تطفو هذه البالونات سترفع البوابة الصخرية التي تزن 10 أطنان. سيقوم الفريق بضخ الهواء في البالون، مما سيدفع البوابة الصخرية إلى الأعلى. سيكون ذلك مدهشاً. في النهاية ظهرت البوابة الصخرية إلى الأعلى، وكأنها تستيقظ من سبات عميق. بعثت البوابة الصخرية القادمة من العهد القديم حياة جديدة في القرن 21. رفع البالون الهوائي البوابة الصخرية بلطف من قبرها الرملي، وهكذا انتهت رحلتها الأخيرة من أعماق البحر إلى سطح الأرض. سحبت البوابة الصخرية التي تعود لمدينة كليوباترا المفقودة بحذر شديد إلى ميناء الإسكندرية أمام النظرات الحائرة لصيادي الأسماك المصريين. يمثل هذا دليلاً واضحاً على أهم المعالم المعمارية للإسكندرية. نحن نضع أيدينا الآن على أهم معالم التاريخ، فهذه هي القطعة الوحيدة التي وجدنا أن لها علاقة مباشرة بكليوباترا حتى هذه اللحظة. رفعت البوابة الصخرية إلى حوض السفينة برفق. إنها لحظات مؤثرة ومليئة بالعواطف لهاري وفريقه بعد إطلاقهم سراح البوابة الصخرية من موطنها المائي لتقف من جديد بعزة وكبرياء وشموخ كما كانت في الماضي أمام مدخل معبد إيزيس. يمكنك الآن رؤية جميع أجزائها، كما يمكنك أن ترى من أعلى قمتها الطريقة المذهلة التي أعدت بها، لكن لم يبقى شيء من هذه النقوش. لم نتوقع ذلك أبدا. شعر هاري بالإحباط لاختفاء النقوش، لكن أوجه التشابه بين هذه القطعة وتلك التي وجدت عند مدخل معبد فيلي أعطت العلماء معلومات كافية لإعادة تصور معبد كليوباترا. ضمن هذه السلسلة من الصدف الغامضة تم اكتشاف كتابات فريدة لكليوباترا على ورق البرد تحمل أمرها الملكي،
قم بذلك. ما يثير الدهشة فيما يتعلق بهذه الكتابات على ورق البردي هو أنها لم تكن نسخة مقلدة، بل كانت النسخة الأصلية، وتعود لعام 33 قبل الميلاد، عندما كانت كليوباترا في 19 من عمرها. تظهر بين طيات هذه الكتابات أوامر ملكية من كليوباترا تمنح من خلالها امتيازات شاملة للروماني بوبليوس كانيجيوس، وهو القائد المساعد لجيش مارك أنتوني. لكن قبل هذه الكتابات كنا نعتقد أن كانيجيوس كان مشتركا في التحضيرات التي أعدت لمعركة أكتيوم فقط. أرادت كليوباترا في ذلك الوقت الالتحاق بالمعركة، لكن مارك أنتوني لم يقبل بهذه الفكرة. وبعد ذلك تحدث كانيجيوس إلى أنتوني وأقنعه بقبول فكرة وجود كليوباترا في معركة أكتيوم البحرية. لم تعطي كليوباترا المال لكانيجيوس، لكنها أعطته الامتيازات التي تجلب له الكثير من المال، وكان هذا بمثابة خدعة ذكية من كليوباترا، وكان هذا دهاء منها. نحن الآن هنا حيث يقف المعبد الضخم، وهو أكبر معابد الإسكندرية، والذي بنته كليوباترا وأطلق عليه اسم سيزاريوم. كان البحر هنا في هذا المكان الذي أقف عليه بالتحديد الآن، كما كان يوجد هنا الميناء الشرقي الذي يعتبر الميناء الملكي لكليوباترا. وخلف هذا المكان يقع المعبد الضخم، وهو أحد النصب التذكارية التي نعرفها تمام المعرفة، لأنه حتى عام 1870 كانت هناك مسلتان أمام هذا المعبد، وكان يطلق عليهما في فترة العصور الوسطى اسم مسلات كليوباترا. كانت كليوباترا المرأة الأقوى في العالم القديم، ومثلت هي وعشيقها مارك أنتوني زوجا رائعا. ولكونها سياسية محنكة، فقد انتقلت إلى روما أولا لتتزوج قيصر وتحمل منه، لكن بعد اغتياله أصبحت عشيقة لمارك أنتوني، وهو أحد أقوى ثلاثة رجال في الإمبراطورية. بنت كليوباترا معبدا تكريما ليوليوس قيصر، وما زالت آثاره باقية إلى الآن. لم تدرك كليوباترا أن روما كانت نقطة سقوطها. آثار أوكتافيان منافس مارك أنتوني السكان ضد هذه المرأة الغريبة، وبعد ذلك أرسل جيشا كبيرا للسيطرة عليها وعلى إمبراطوريتها. في معركة أكتيوم عانت قوات كليوباترا والجنود الرومانيون الموالون لأنتوني من هزيمة ساحقة على يد أوكتافيان، وبعد ذلك عادت كليوباترا إلى الإسكندرية وانتظرت عودة أنتوني من ساحة المعركة. لكن رياح القدر جلبت أحداثا غامضة ومأساوية، عندما قتل جواسيس أوكتافيان ابنها وقدموا لها عرضا بأن تتنازل عن العرش وتخون أنتوني وتتحالف مع أوكتافيان، لكنها رفضت عرضهم وحبست نفسها في مخدعها. سمع أنتوني أنها قتلت نفسها وقرر أن يموت معها، وعندما سمعت بذلك لم يبقى أي خيار أمامها، فقد قتل ابنها وضاعت إمبراطوريتها ومات أنتوني الرجل الذي أحبته. لذلك قررت كليوباترا قتل نفسها، وبموت كليوباترا انتهى العهد الهيليني في مصر، لكنه أفسح المجال لظهور قوة أخرى باتت الأعظم في العالم، وهي الإمبراطورية الرومانية.